طيب في اخبار عالميه ومحليه كالعاده كتير، خلينا نبتدي بالاخبار المحليه. والنهارده بالتحديد موعد الذكرى السابعه لرحيل الجنرال الكره المصريه الكابتن الكبير جدا جدا الكابتن محمود الجوهري. المصري اليوم بتقول في الذكرى السابعه لرحيل الجوهري جنرال الكره الذي تربى على قلوب المصريين. فعلا فعلا محدش يقدر ينسى هذه الشخصيه وهذا المدرب العظيم واللي عمل انجازات كبيره جدا في الكره المصريه. ابتدت بفوزه مع النادي الاهلي باول بطوله افريقيه للنادي الاهلي بتحديد دوري ابطال افريقيا في عام 82، في عام 90 اهل مصر لكاس العالم، في عام 92 خد مع مصر او منتخب مصر يعني كاس العرب، في عام 98 خد بطوله الامم الافريقيه في بوركينا فاسو. كمان عمل طفره كرويه كبيره جدا في الاردن في بعد ما تولى المسؤوليه في 2002 على ما اتذكر، ووصل معهم لاول مره لكاس امم اسيا، اول مره في تاريخهم يوصلوا لهذه البطوله، ووصل كمان لادوار بعيده في البطوله دي. جنرال كبير ونجم كبير جدا جدا من النجوم اللي اثروا بشكل واضح في الكره المصريه واللي ادخل الاحتراف نسبيا في الكره المصريه، رغم ان احنا لحد دلوقتي هو ابتدى يدخل الاحتراف في مصر، لكن احنا لحد دلوقتي ما عندناش الاحتراف الحقيقي في مصر للاسف يعني. فربنا يرحم الكابتن الكبير كابتن محمود الجوهري.